تقرير مهم جدا تابعونا فيه لأنه يهم الكثير جدا. هالاسم ركزوا وياه وتابعونا. ما شاء الله تصميم مهندس حمد الغدير ابن الخال، حياك الله. انا مقصر وقدام متابعيني كلهم تراني مقصر وياك، والله العظيم وانا اعتذر. ولولا الوالد كلمني ابوك البارحه ولا كان، وانا مقصر ارجع واقول. ما نبي نطول. العماره قسمت انت او تقسيمها الى ثلاثه. هو عندنا خلني اقول لك اللاندسكيب والتصميم الحدائق او المساحات الخارجيه بالاحرى عشان تكون مشموله بشكل اكبر، هي قسم من قسم العماره. العماره ينقسم منها اكثر من قسم، اللي هي عماره البيئه، العماره الداخليه المختصه في التصميم الداخلي، في اللي هو الهندسه المعماريه اللي هي مختصه في الاستراكشر و الى اخره، كلها تحت مسمى العمارة. تحت مسمى العمارة تخصصكم يعني. العمارة البيئية. وإحنا طبعا جايين اليوم لأن أنا راعي بيئة، جاية بتعلم. جاية بتعلم. نتعلم منك لا بعد جد، أنا جاية بتعلم وأستوعب. إحنا جينا إحنا نتكلم عن العمارة البيئية. شنو هي العمارة البيئية؟ العمارة البيئية هي خلني أقول لك دراسة الفراغات الخارجية، سواء كانت مثلا توزيع الفراغات، دراسة الحركة، دراسة البيوت الحدائق. تشمل على خلني أقول لك من حجم صغير اللي هي الأفنية المنازل، إلين الحدائق العامة، إلين المنتجعات، إلين أحجام أكبر. يعني خلني أقول لك من مساحة 50 متر إلى ممكن تمتد إلين 100 متر مثلاً. طيب اللون الأخضر في تصميم البيت، يعني في تصميم البيت أنا لقيت اللون الأخضر توزيعه ما صار عشوائي. أكيد، ودراسة النباتات خلنا نقول لك هي جزء لا يتجزأ من عمارة البيئة، اللي هو العنصر النباتي. تمام. شنو اللون الأخضر في البيت؟ شو يعني؟ هو الحياة أكيد، الأخضر الحياة. أي حياة أكيد. فاحنا نتكلم أكسجين. أكسجين وطاقة إيجابية. أكيد. الناس اللي بيتكلمون في علم الطاقة. صح. ممتاز. تكملة قبل شوي أنت تقول توزيع الإضاءة. نعم. إيش دخل الإضاءة في الحديقة؟ تمام. نفس ما يعني قلنا من قبل، يعني دراساتنا للمشروع بشكل كامل. اول شيء احنا ما نوزع لك شجر، ما نعطيك اناره، ما نعطيك اشكال، احنا اول شيء نوزع لك فراغات. يعني انا هنا عندي مش قد عندك البيت مساحه التهويه. أيوة. ترسمها. احنا قبل شو انت وريتني بعض التصميم، لا التصميم اللي كان العلوي التوب فيو. ايوه مثلا هنا عندنا، لا مو بهذه، في واحده احلى. ايوه ممتاز. هذه مثلا انا، هذه حديقه مثلا. خاص انا اوزع لك الفراغات. انا هنا عندي مدخل، انا عندي مواقف سيارات، عندي منطقه درج، هنا عندي منطقه جلوس، هنا عندي منطقه تشجير، وهالتشجير لهدف، وهالتشجير المعين لهدف معين. اي خلينا نجي كبر لي ذي شوي، خل اخذ. قلت لي هالتشجير لهدف. بالضبط. ذي حوض صغير. صح. مثلا التشجير هذا حوضين، اعتقد هذا حوض قصير علوي. لا هو حوض كله نفس المستوى، بس في دمج بين اكثر من عنصر نباتي. يعني اوكي، ممكن نشوفها 3D، ما عندك مشكله نشوفها. القصد بالتوزيع النباتات، يعني انا في شجره ابي احط الهدف منها ابغى ريحه مثلا، انا في شجره انا احطها ابغى تسوي لي سكرين، حاجز على الرؤيه مثلا. اي انا ما ابي احط اصير عشوائي في توزيع الشجر، انا ابغى احط نبته يكون ارتفاعها تحت الصدر عشان الرؤيه ما تسدها مثلا. كل هذا في تصميم حديقه بعد عطنا. تسلم. احنا نجي للعناصر. انت قلت اختيارك للشجر، ناس تبيها لريعه، ناس تبيها لمستوى ارتفاع مثلا 30 سنتي، ارتفاع المناسيب الى اخره. يعني حتى ارتفاع المناسيب ايش تعني؟ المناسيب مثلا احنا نلعب شوي في خريطه البيت الحديقه. يعني في الاغلب مقتصر الدرج مثلا عند مدخل البيت، بس احنا لا، ما نلتزم في هالشيء. احنا في النهايه انا اوزع فراغات على حسب توزيعي الوظائف والفراغات. انا احدد الدرج كم يكون عرضه، ممكن على امتداد البيت يمكن 5 متر 10 متر، عشان يعطيني تمازج صحيح. إيه؟ مع الحديقة. المثال قد يكون انه اوضح، يعني
لو تشوفون هاللقطة مثلا انا الدرج هنا ما التزمت فيه عند حد البيت، انا مبتدي عندي من هنا الين هنا ودخلت عنصر حديقة بالضبط تحت الظل. تحت الظل وفي شغلة مثلا انا هنا الدرج عندي، الدرج عندي طاير مثلا انا مستفد منه في النهار بشادو اللي هو زاوية ظل، لو حتى مبينه في الصورة ان زاوية ظل زين، في الليل انا اقدر استخدمها انارة مخفية مثلا. وهذا اللي صار عندنا في مسألة توزيع الاضاءة. شوف هنا عند الحديقة أيضا ما صارت عشوائية في توزيع الإضاءة، أعتقد في إنارة ساقطة هنا وفي إنارة هنا عشان تعطيني أهم معايير أو تعطيني حياة للحديقة. قل أنا غلطان. لا لا مهندس حمد، أهم المعايير اللي تأخذها كمهندس مختص في تصميم الحديقة، أهم المعايير بالنسبة لك؟ متطلبات العميل، يعني في أشياء كثيرة يجهلها العملاء، يعني مثلا الحديقة يعني هي أساس في البيت. إذا هي أساس. هي أساس. أساس. هذا أهم حاجة. إذا هي أنا ما خدمتني بالشكل المطلوب حرام أدفع فيها فلوس. يعني خلني أقول لك الحديقة في أثناء التشطيب من الصفر إلين الأخير هي طبعا تشتري المال، صبة النظافة والحديد والرص واللياصة والكهرب، أنت تتكلم عن تكلفة ما تقل ممكن تكلفة ضخمة ولا إيه؟ تحطها مبلغ أي حديقة عشان لا يترددون الناس، بس في التأسيس أنت دافع للبيت أساسا مليون، صح. شي ضرك لو دفعت 50,000 زيادة بالضبط، وأصلا أنت دافعها سواء باللياصة بتدفع بتدفع أنت فحرام أن تدفع مبلغ وقدره ممكن 50,000-70,000 في الحديقة وأنت تجهل شو التصور العام وما تخدمك وظيفيا ولا جماليا، لأن الوظيفة أهم من الجمال طبعا. يعني أو مش الوظيفة شلون يعني الوظيفة أهم من الجمال؟ في مهمة، خلنا نوقف نشوف الصورة مثلا. شوف الصورة يعني مثلا أنا هنا عندي مدخل، في هذا عندي المدخل اي انا عندي عندي درجتين فيهم توزيع شجري معين الى اخره، انا هنا عندي بنج او كرسي صغير، انا شنو فائدته مثلا الكرسي؟ هذا اللي شفته قلت ما ادري هل صاير في النص ليش انت ليش انت بهالشكل؟ شنو فائدته؟ انا مثلا الله يكرمكم حتى صحيا يعني لو انا بلبس الجوتي الله يكرمك ليش انا البسه وانا واقف؟ في داتش نظيف انا اقدر اتكي عليه والبسه مثال. هذا بل اخوك يعقوب تحت على الوجه. شيء ثاني انت هو مكان انتظار بسيط، يعني لانه طبعا منطقه نجلس فممكن لو احد من الحريم بينتظرون سياره في مكان يقفون فيه، احد ينتظر بيركب السياره في منطقه انتظار يعني ويتنج اريا، ان هذه بالنسبه لي ما تخاف بدل ما تطلع وانت ما جيت ولا هي ما جات تقعد بتلبس تذكر الجزمه، هذا هو واحد من العناصر. مظبوط. انت هنا خلينا نتكلم على الصورة، احنا في توزيعك هذا الحين نوافذ المفتوحة واللي هي اعتقد ان المدر كل الفلل الحين في تصميمها النوافذ هذه، صح. انزين انت وزعت هنا الشجر، عندي 1 2 3 هذا 4، خلي هالاثنين ديلي تقريبا بنفس الارتفاع، صح. وزعت هنا وهنا ايش معايير هذه؟ طبعا انا هنا الحوض النباتي اللي هنا ما ابغى شيء مثلا مرتفع عشان ما يسد لي الرؤيه، وهذه ممكن تكون مغطيات تربه. شنو مغطيات التربه؟ ممكن تكون اللي هو الأوديليا الالتراناترا انواع الورود الحوليه مثلا البتونيا في الشتاء ومثلا في الكاروزا في الصيف، ممتاز. فاشياء ما ترتفع فوق 30 سنتي مثلا، فانت خليت شف هالصورة اللي احب نوريها المتابعين في احد الفلل، انا اعطيتها الرؤية والله العظيم هذا مو مهندس ونفذها، بس يا ليت اني اقدر اتصورها. اي والله العظيم وجهتنا تواجه الناس يعني، وكثير من الناس انا اقول لهم كعنصر جمالي ارفع الحوض فوق، غلطان انا في الكلام؟ هو على حسب الظروف إيه؟ كجمالية كجمالية تعتمد يعني صراحة ما أقدر أتجلى. أوكي ممتاز. في بعض المواقع تحتاج أنك ترفع الأحواض، في بعض المواقع لا ما تحتاج على حسب الظروف، خلينا نقول لك التصميمية والموقع بشكل عام. يعني أنا ممكن أوريك مواقع ما فيها أي حوض مرتفع، في مواقع لا فيها حوض مرتفعة. المساحة الهدف، خلينا شو الهدف من الحوض المرتفع؟ عطنا زين. قد يكون بعض العملاء إن ما يقدر يكسر الصبة بشكل كامل ويقول لك كان اقدر اخرمها بس ما اقدر اكسرها، فهنا نضطر ان نرفع عشان الجذور والتصريف والى اخره. قد يكون انا ارفع الحوض، احنا احيانا نسوي الحوض الزراعي جالسا
ندمج نفس الصورة نفس الصورة ونفذها رجال في في أكثر شيء. وقد يعني قد تكون جلسة مباشرة قد تكون جلسة غير مباشرة. يعني قد أسوي حوض زراعي إن الجدار حقه شوي سميك وارتفاع 40-45 فأنا يسمح لي أنا أجلس عليه. وقد يكون لا أنا أرفع أزيد إلى 60-70 عشان يكون عندي ظهر للجلسة تتسند عليه نفس التصميم. وذي لعب المهندس. بسم الله الرحمن الرحيم يشوفون اي ما والله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ركزوا في الصوره وشوفوا ايش سوى المهندس حماد ما شاء الله. عناصر الصوره بالضبط عناصر الصوره مش عندنا حوض زراعي هذا بالنسبه لك انت في التصميم الداخل كم البطن العمق ما يحضرني والله بس مو باقل من 60 مو باقل من 60 إيه. هذا دي احنا نقولها لكل شخص بيصمم حوض مرتفع مهندس حمد 60 مناسب 60 مناسب 60 مناسب طبعا اكيد يعتمد على نوع النباتات اللي انت بتحط بس بشكل عام احنا نتكلم 60 هو يعني الانسب إيه ممتاز. انت هنا عنصر هذا عنصر مضبوط صح وهذا عنصر الجلسه صح اللي انت سويته طبعا هنا عندنا جدار بشكل الله هنا عندنا شوي زاويه صعبه فحليناها بحوض نباتي بس الحوض ما راح ازرعه بشكل حقيقي بس ما راح ازرعه كله لانه بسبب الاحجام والمقاسات. شنو استفدنا من الحوض الزراعي؟ استفدنا ان حوض مرتفع شوف الاناره استفدناه بانارات مخفيه تحت الكرسي وفي نفس الجلسه نفسها وتحت الدرج عشان هذا درج طائرة. يعني طبعا طائرة طبعا ندخل في اختيار المواد حتى نجيب لك من اسم المحل منين تاخذ السيراميك منين تاخذ انواع الاناره ومنين تاخذها اذا انا عجبني العنصر هذا متوفر لا هذا احنا او بديل الخشب لا احنا في شيء ماده اسمها توب كونكريت تمام ايه. تقدر تسويها خلاص باللياصه بعدين صبغ مثل الارضيه عندنا هذه اسمها توب كونكريت مقاربه لها تقدر تسويها بروفايل تسويها جروفات مثلا اي جروفات هذه اي جروفات مو بديل الخشب يعني. اي لا 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 احنا انا طبعا انا ضد استخدم بديل الخشب الامانه ضد بديل الخشب مهندس يعني حمد في اسوء الحالات استخدم السبب مهما يكون مقاوم بس شمسنا ما ترحم يملح يتبرد حتى اعلى درجه انا والله جربت حتى المتر 300-400 ما ضبط تمليح يعني ماي. طيب في بدائل هالايام في بدائل ارخص واجمل هالايام اسمع بنجي للبدائل اسمع عن شيء يسمونه الصفائح الحجريه الصفائح الحجريه اي بديل الحجر هذه اللي تكون بالملي ايش مدى جودتها جودتها ممتازه اذا اخذتها واحد يركبها صح وفنش صح الجوينت الزوايا خاصه اذا كانت كراسي واحواض ممتازه يعني هذا اي اذا واحد فنان في التركيب يعطيك جوده يعطيك جوده ممتاز انت تكلمت عن بدائل لبديل الخشب اي يعني مثلا بديل الخشب مثلا بعض العملاء انا احط الارضيه خشب يقول اوكي شنو احط هل اقول له والله لك الخيار تبي خشب طبيعي لا سعره كل متر ب 500 لو جوده عاليه تسلم قد يكون بديل الخشب سعره مع التركيب مثلا 200-150 الى ذا يقول لي ايش تنصح اقول انصحك حط بورسلان خشبي البورسلان الخشبي مترين 75 ريال ارخص جميل. اقل يعطيك جوده وضمان فوق ال 15 سنه لا يتغير لون ولا يتبطط ولا يتملح نرجع لعناصر الصوره زين طيب هنا طبعا رجع يعني بس بتكلم عن النقطه يعني انا عندي طبعا هنا التصميم شريطي يعني انا اقول لك عندنا خدمه اول شيء طاوله خدمه هناك منطقه منصه شوي وغسيل وعندي دولاب تخزين يعني انا شو القصد انا اذا جيت اشوي كل مره بجيب الاغراض من المطبخ واطلع اي عندك رف تخزين رف تخزين وخدمه لا عجبني منصه الشوي انا اقول الكثير من اللي اروح لهم ابتعدوا عن الحجر او الشوايات التقليديه القديمه مضبوط انت دخلت على المودرن هنا بالضبط او اللي نسميه احنا البار ميني بار هو مسمى يعني يعتبر بار خدمه يعني بار خدمة. انا هنا عندي اللي هو الشوايه افصلها من شر الحدادين طال عمرك خلاص مقاس وتنزل وتفك وتطلع انا عندي مغسله يعني مغسله مو مهندس حمد راعيت في التصميم ايضا وجود مغسله وجود كذا بالضبط. للي يخدم الحديقه ويخدم العميل انا ابي اشوف الصوره اللي قبل شوي اللي كانت فيها ايوه في صوره اعتقد اجمل من دي ايوه هنا هذه
هذه انت استغليت الاحواض الداخليه، لان اعتقد حسب وفهم يعني وصحح لي، هنا المساحه كبيره، هنا فيو بدل ما خليته ارضي، اللي جالس في الكنب ما بيشوف ارض، بيشوف شيء مرتفع شوي. صحيح ولا انا غلطان؟ يعني حتى اشوف عند النظر مثلا راعينا ان النباتات ارتفاع يعني لين ارتفاع الكنب، حطيت هنا جلد النمر، جلد النمر ما يتعدى 60 سم، فما راح يرتفع على ظهر الكنب، فما راح يسد عندي الفيو. تمام، هنا انواع النباتات احنا وزعناها، النمو حقه يكون افقي مثل جلد النمر، الفاونتن جراس اللي هي الحلفه، الكنات وانواعها اللي ما تنتشر ويكون انتشار انتشارها فاصلا راح تميل، حتى بعض المتسلقات انت عاملها البسيطه اللي هنا. ايوه طبعا العميل عنده حتى في السطح، والسطح اوه لعبت يا السطح، بصور لك، لا مو بصور لك طبعا، هنا دور الارض تشوف الشوايه وتشوف ايوه هذا من فوق، داني هنا المطل على المسبح ومنطقه الشوايه. ممتاز، خلي نشوف تصميمك بالسطح، هذا تصميم السطح. اي نعم ممتاز، تسويت الحديقة مرتبة صغيرة في السطح. ايوه بالضبط، بجيك الحين في حاجة في حديقة السطح. حلو انزين، قبل ما نصعد لحديقة السطح خلنا احنا نشوف تحت جذور النباتات والاساسات. زين، هذا بلا اخوك يا عقاب. زين، احنا وجودنا مسألة الناس اللي صارت على نوعية معينة من الشجر، شلون تدخل الخزان وليش تدخل الخزان، وسكرت علي الخزانات لنوعية معينة وهي مو بنوعية بالأصح. صحح لي إذا كان أساساتك وخزانك مضبوط ما عندي مشكلة، لكن إذا خزانك مو مضبوط هنا المشكلة. هو أول شيء نوع النبتة ومكانها، يعني أنا مثلا في بعض الأشجار في بلدها الأم أصلاً توصل إلى 12 متر إلى 15 متر، تحطها في حوش مترين في مترين قاعدة، وأنت أهل خبرة تسلم. التاج مقداره تحت الأرض، التاج يعني قمة الشجرة مقابلها حاجة تحت الأرض بالضبط، فيكون اختيارك سلس وذرب في هالموضوع بالضبط، فاختيار النبات بدقة وحذر. الضرر الجذور على الاساسات قبل ما الخزانات، هل في ضرر؟ يعني انا لما تسوي لي قاعده طن وزنها، لا ما في ضرر مباشر، خلينا نقول لك حق الاشياء على القواعد، على ما في ضرر، يعني اقرب شيء عندك الشارع، يعني قبالنا عندنا اشتر طولها ما ادري كم، ما شاء الله ما اثرت على المباني اللي على المباني، وما شفنا احنا بيت طاح بسبه الجره، لكن الخزان اتعب في مساله عزله وتصميمه أكيد. وبعض الشجر اذا انت ما رويته بيدور الماء، لكن اذا الماء تحته، اذا انت رويته بالتنقيط وهالامور فالجذور، اذا الماء تحته جذوره ما، لكن اذا عطشان بيروح يدور هالامور، يكسر لك البيبات يكسر لك، فاذا رويته وحطيت نظام ري اول شيء وفرت في الماء ومنعت تمدد الجذور الى مناطق مختلفه. ممتاز ابن الخال مهندس حمد، الحين هذا تصميم حديقه سطح صح ممتاز، لكن عندنا حاجتين الناس تتردد في مسألة زراعة الأسطح، أولها تسريب الماء لتحت. أول شيء معتمد أنتو شو المعايير اللي تأخذها هنا وقائيا عن تسريب الماء؟ إذا في أكثر من حل، في أحد الحلول إن أنت تحط تصريف ماء داخل الحوض الزراعي. تمام، بالرغم ان اتحذر من ده، انا اتحذر في هو اكثر من نقطه واكثر من واجهه، بقول لك المثال الثاني مثلا ناخذه، تحط لك تصريف مياه تعزله كامل، ممكن حتى فوق العزل تحط لك سيراميك عادي، بعدها تحط لك طبقه بحث، بعد طبقه البحث اللي ما عارفه كنكري بمصطلح اهل الحسن، بعد طبقه الكنكري تحط التربه، بعدها تحط الزراعه، وبينهم لازم تكون يعني رشيد في الري، ما يكون ري جار، اكيد لازم يكون تايمر بالتنقيط. ممتاز، فالماي الزايد على التربه راح يتخلل الاحجار، بعدها راح يروح على التصريف، على التصريف مباشره. ممتاز، هذا خيار. في خيار ثاني انه ممكن يكون عندنا احواض فايبر، تمام، تفصيل بالحجم، احنا كتصميم ما يكون عندنا حجم ثابت كذا، قد يكون يجيب احواض متعدده متلاصقه، او يفصلها فايبر فيه في الخبر في موجود، يحطها فايبر يحطها ويحط اهم شيء في الري
يكون شوي يوزن انه يكون مدروس ما ينسقي بشكل مكثف. اول شيء وانت التربه تعفن إيه وانت تعرف اساسا مقياس نباتاتك، هذه ياخذ ابو دقيقه، هذه ياخذ احنا نعتقد زراعيا انا النبات هو اللي حاكيني، ورقة النبات تحاكيني، المفروض اني اقعد اسمعها واعرف شو اللي تبي. انا اعطيت دقيقه شفتها، لا والله لا زالت الارض بعدها ب 24 ساعه الارض لا زالت بندواتها، يبقى دقيقه زين. لان في النهايه النبات كان حي، انقذ الماي تعب ونزاد الماي ايضا تعب. ممتاز. الوزن، وزن التربة، وزن التربة على السقف، على السقف ما في ذاك الاثر او شيء، يعتمد على المشروع. انا وريتك شغلي، وريته وشفته انا شغلك. نتكلم عنه شوي. كنسبة وتناسب عندنا في المكتب مهندس انشائي يحسب الاحمال عندنا، تمام؟ فحتى لو حطيت لك ان احواض زراعية، انا راح اقيس لك احمالها على المبنى. يعني زين الحين انا قلت قبل شوي يعني. لا احتياط، انا قبل شوي كنت اسولف وياك على الفيديو اللي انا وريتك لزراعتي بالسطح، قلت لك يعني البيت ما هل انه يصير دورين فوق بعد، ف شكد ما حد كم حوض زراعي رحم الله والديك. هذا انا بالنسبه لي اعتقد فكرتي، انا دائما اصورها بالسناب انشائيه. مهندس حمد، انت وريتك الحين اسلوب السيراميك عندي في السطح، في ملاحظات؟ لا بالعكس، انت حطيت نقطة تجمع الماي، يعني هذه للجميع. اي شخص بيسوي انشائيا للسطح لازم يحط البلاط اسلوب ملحوظ نفس طريقتي والشخال احتياطا يعني، وفي اختبارات تستوي يعني، حتى لو ما سويت اسلوب ملحوظ لازم تسوي اختبارات معينة تضمن عدم تجمع المياه. بعضهم يسوي يحط ماي عادي ويحط ملون ماي، فيعرف اتجاه الماي وين يروح بشكل ادم عشان يضمن، خاصه يعني لو ان التصريف لا سمح الله تسكر ولا شيء، انت تكون خلاص ماخذ احتياطات عندك بلان بي. انا ركبت شخال في الوسط طوله متر تقريبا. اي لا انت ماخذ فوق احتياط، فوق احتياط شغل عادي. إيه شغل كمباني. ان شاء الله نشوف تصاميم لفلل صغيره. هذا الفلل الصغير، هذا عنده ارتداد مترين ونص مضبوط في 7 متر، صح؟ عاد يجي دور المصمم هنا يلعب. انت سويت هنا اول شيء خلينا نتكلم على سريع. انا عندي هنا منطقه زراعيه فيو على منطقه الصاله، هنا عنده صاله، هذا صاله بالنافذه الطويله، ايوه. فعنده هنا فيو وعنده نافذه ثانيه متحركه، فهذا المخرج اول ما يطلع راح يكون عنده على يسار كراسي متحركه، وامامه تزيد دتشه، وهالدتشه فيها اناره مخفيه وفيها انواع نباتات بشكل مكثف في الموقع، حتى تفاصيل ان حطينا بريزات حق الشاحن يشحن هالمنطقه، في بعد منطقه بريزه عشان لو بيحط له مكيف صحراوي في الخارج. هذه صوره، هذا صوره 7 متر. أيوة. انت لعبت هنا بال ايش اسمها ذا؟ الكنة. مو بالكنة، هذا مو الكنة، هذا لها اسم ثاني والله ما يحضرني. على العموم هي عصفور الجنة. عصفور الجنة. هي ممتاز، مو بالكنة، ممتازة هذه جدا. الارتداد فوق هذا بيعمل ايضا ظل برودة جميلة جدا. ما شاء الله لعبت فيها حدد. فعندنا هنا ارتداد والاناره الموجهه عشان تلعب، وعندي ليد فيقدر يسكر هذه يفتح هذه، فيقدر يلعب في الاناره بناره هاديه، اناره كذا. ممتاز، شوف منظرها من هنا ما شاء الله. فحتى شوف السبوتات هنا، انا عندي اناره تنور لي هالمنطقه، عندي اناره تنور لي المنطقه العلويه. ممتاز. عندي اناره تنور لي النبات، عندي اناره تنور لي منطقة الخدمة، الغسيل والمنيبار. هنا عندي أرفف تخزين، عندي شواي، عندي اللي هو المغسلة. ممتاز. هذا أحد الفلال، أنا ما بجي في التصميم، يعني أنت لعبت في التصميم وسويت الجروفات هذه وكذا، لكن في كلمة استوقفتني، العنصر المائي. هذا إحنا أنا أشوف هذا شنو العنصر المائي؟ هنا فكرة حطينا مجرى مائي بسيط في اللي هو النوافر الرغوية. اللي هو الرغوية، الرؤوس الرغوية. رؤوس الرغوية، إيه ممتاز. فهنا أنا عندي عنصر مائي، هنا أنا عندي المجلس طبعاً، فعندي إطلالة يمين النافذة ويسار النافذة عناصر مائية. اللي هي مجاري مائية. طيب الكبيرة عناصر نباتية بشكل مباشر. لعب
ايش فايدة العنصر المائي؟ خلينا نتكلم فيها انت زين. كمعمار كمهندس مختص في الموضوع. اول شيء تلطيف الجو تمام. ثاني شغلة لو انا بجلس المجلس خرير المائي الصوت لوحده وتلعب في الصوت اذا انت تبغي ناعم. انا اشوف بعض الشلالات صوتها مزعج بذات الشلالات القديمه. انا يعتمد انا ممكن اوريك يعني انا عندي ارتداد ماي من 6 متر انا اشوفه الحين. انا هنا عندي ماي ارتفاع الماي جاي من فوق تقريبا من 5 الى 6 متر الى الاسفل وما راح يكون صوته عالي. ليش؟ لان الماي يمشي في الجدار نفسه راح يمشي الجدار نفسه. انا اقدر اعتمد هل انا ابغى صوت ما ابغى صوت ابغى صوت قوي ما ابغى صوت ولا قوي. تبغى صوت ناعم بالضبط. فهذه تلعب فيها انت في التصميم والبامب والفالف والى اخره. ممتاز هاي. تصميم وتنفيذ بالضبط. طيب المشاكل اللي تواجهني يعني ما هل في ناس بتستمر على اول حاجه اللون الاخضر الطحالب اللي بتطلع في الاحواض المائيه إيه. اذا تنظفت باستمرار ما راح تطلع. هو شوف خلني أقول لكم حاجة ذي مهمة. النبات كان حي مش جماد يحتاج لعناية أي خلنا عن كل عصر المائي. لو حطيت لك نبتة ما اعتنت فيها ما راح تعطيك الشكل المطلوب. الشكل ممتاز. إذا ما سويت تقليم ما راح تعطيك الشكل المطلوب اللي أنت بيه في النهاية. العصر المائي إذا ما حطيته ما اعتنت فيه راح يخرب لك البمبات وبعدين راح تكون المياه راكدة والمياه الراكدة ريحة وبعوض بعوض الحشرات. طيب أنا أسمع في ناس تقول حط كلوب. لا بس في شغلة عشان أنت بعد جبت لي شغلة. اللاندسكيب القسم قسمين. في شيء اسمه الهاردسكيب في شيء اسمه السوفتسكيب. الهاردسكيب هي العناصر الجماد سيراميك كرسي طاولة إنارة كهرب كذا. في السوفتسكيب هي العناصر الحية اللي هي النباتات. ممتاز. فعندنا عنصرين في التصميم. في التصميم استخدام الكلور مزعج مضر او اساسي في مثل هال انت هنا اشوف رجع هنا تسوي الله. هذا واحد من عيال خالنا انا صورته في القاره بس طاوله الطعام مسوي نفس الفكره دي بس طاوله الطعام لكن انت دخلتها الحين هو يعتبر كرسي بالأساس على منطقة التخديم لمنطقة الأوتدور دايننج طاولة أكل خارجية. ممتاز. يصب منها ماي ومربوطة مع جدار لحوض معين. الحين بيصب ماي وبينزل هنا في مجرى ماي. بالضبط. إنه الهدف من أنا أول شيء صوت الماي وإن الماي برضو يتحرك. ريسايكليشنز. وهذا الحوض صاير في وسط البركة. إيه والحال في عندك حوض ماي وسط الحوض الماي حطينا حوض نباتي. لعبت لعب حوض نبات. طبعا الحوض اللي احنا حطينا يعني فايبر وينعزل مواد عازله عشان يتحمل الماء الى اخره. فحتى اصلا يقدر يشيل الحوض. لا بغى يشيل وانت عملت هنا عنصرين العنصر الماي. ممتاز مهندس حمد اخذت من وقتك كثير وازعجتك بسالتي بس انا استفدت منك كثير حتى من وراء الشاشه. الله يشهد هذا نرجع هذا مو اعلان درس خذناه من المهندس حمد وبحط لكم عنوان وارقام التواصل او حسابي في الانستغرام. حساب الانستغرام موجود عطنا حسابك في الانستغرام ابدا وتواصلوا وياهم لكل شخص مهتم في تصميم الحدائق. الاسطح ما عليها خوف بالعكس يعني ارجع واقول الاسطح هي تقدر تستخدم السطح هي مساحه ميته للامانه. يعني في بعض حتى يسوي غرفة الماستر. أنت وريتني قبل شوي غرفة الماستر في السطح. مسوي جاكوزي. جاكوزي في السطح نشوفها ختاما. ممكن يعني. في اثنين يعني بعد ممكن أوريك. جاكوزي في السطح دي حلوة خلنا نشوفها. ابن الخال هذا سطح. سطح. وهنا الماستر. الماستر طبعاً في الظهر. إيه. تمام. ممتاز. هنا عندي أنا عزلنا جزء من السطح وخليناه متنفس. لغرفة الماستر اي والباقي تخزين نحط فيه مكيفات اللي يبي بس عزلنا عزلت جزئية عشان تصير يعني خلف خلف جدار هذا الغامق عنده مكيفات اوكي. الجزء الثاني من السطح ايش قد يبي يسوي فيه يسوي فيه أيوه. لكن هنا بالنسبة له هو سوى جاكوزي انت سويت درجتين هنا مرتب جلسة حتى اختيارك للصباريات لها
مدلوله معينه يعني. شوف لو تشوف احنا مثلا حطيت عقافي صبريات الحلفه اشياء جذورها ما تكبر يعني ولا تحتاج ماي واجد بالضبط. اي ممتاز. صبر العقاف حاط عنصر وانا الصباريات العاديه وهنا الكاتيل دير القطه هنا بيها عشان ما شاء الله شغل جميل شغل جميل. تدرس في توزيع الاحواض حركه الشمس؟ هي اكيد بشكل عام الظلال يعني اشوف لك مكان تحتاج المظله تحتاج الشجره تؤدي الغرض فدراسه الشمس اكيد يعني نفس نحن تركب بيت محمي انت عارف وين تحطه والزرع وين تزرع وجهه شمال وش تزرع بالنسبه للنخل وجهه جنوب دراسه كامله يعني. شوف هذا عندنا الجاكوزي وهذا غرفه الماستر اطلالتها على الحديقه الصغيره هذه. والله الناس طالعين بابداعات يعني ومن يدك جميله. شكرا جزيلا مهندس. العفو. الله يعطيك العافيه حبيبي. شرفنا والله. والله اخذت من وقتك كثير بس كل يوم بشوفك. مكان لا ان كان هذا طبعك انا من ربعك باجي اتعلم منك كثير في هالموضوع. لا حبيبي. يعطيك العافيه من الخال. عناوين التواصل الحين هذا اللي هو الحساب الانستغرام نحطهم كلها معي.